السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عمو؟ الحمد لله. انت شلونك استاذ؟ عمو انت حق طلاب. نعم. نعم استاذ. اليوم انتم جيتوا هنا ظهرتوا امام التربيه وقفه احتجاجيه تظاهره منعوا. صحيح. اريد تنطينا فكره حمام ما بتهمني شو الموضوع، شنو الفكره من هاي وقفتكم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واشكر الطلاب على هذا الحضور الطيب، ونشكر التعاون التربيه، ونشكر تعاونكم استاذ حيدر شوكان، ونشكر مدير التربيه استاذ حيدر. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه احنا مطالبنا واضحه. احنا اني صف سادس اعدادي اعداديه الصويره. احنا اليوم هاي السنين الفاتت كلها اجت تكييف مناهج كيف ولها مناهج. احنا تقريبا دفعه 2006 اخر مجموعه بقت، بحيث بالثالث متوسط حتى الفيزياء حذفونا، خلينا نمتحن بس اربع مواد، فلازم احنا اخر سنه لها تكييف مناهج. احنا نحن طلاب سادس اعدادي بالصويره، خرجنا اجل نطالب حقوقنا، انصافنا ومطالبنا هي اعاده نظام التحميل، توفير الكتب المدرسيه الجيده، توفير كتب مدرسيه جيده، مو يجيني كتاب او رقم شقق لو الفصل الاول كله مشقوق، يعني انا تجيني الاحياء ابدا من الصفحه 20 شو اسوي بها؟ ما جهزونا كتب، قليل، لو التجهيز ده وصلنا كلش قليل. احنا يعني حتى نكون صريحين، وهاي هم رسالتنا المدير، مدير اعداديه الصويره، يعني قال لي احنا جهزنا كتب. بس ما ده وصلنا كلش قليل، ده وصلنا كتب. قليل جاي وصلنا. تقدر استاذ حيدر تقدر تسوي جوله على المدارس وتشوف الكتب بعينك. استاذ وريت تكييف مناهج اسوا بها سنوات، ما طالبنا واضحه ومظاهرات سلميه، لا تجاوزنا على حد لا حكينا على حد، حذوفات نفسها وما عندنا شيء بعد، بس نذني ما طالب. السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني. بسم الله. ميزان حكماني. يعني انتم خليط المدارس جمعتوا مثلون مدينه الصويره. نعم نعم. اريد نعرف مطالبكم، ان من تتوجهون؟ نوجهها نوجهها الى تربيه الصويره والى محافظه واسط والى وزير التربيه. يعني بالتدريج. نحن طلاب سادس، نريد مناهج، نريد تقليص، يعني شنو؟ ما عندنا تقليص، لا عندنا كتب، لا عندنا شيء، يعني نروح لمدرسه تعال بس يفرضوا علينا، واحنا نريد نقيم يابا تعال اعطينا تقليص، اعطينا هاي ماكو كل شيء. وهاي الله شاهد العام باللي 100,000 ذبيت بس لازم وكتب. كتب زين، احنا غير هي المدرسه تعطينا كتب، ماكو، ما حد يعطينا كتب. زين كلها من عندنا، لا احنا شو نصير؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا استاذ احنا نشكرك على هذا موقفك. الله يخليك. تحس هم ابنائك. نعم. لبيت دعوتهم، طلعت لهم، فهذا شيء يحسب لك الصراحه. نعم. كرجل اداري وتستوعب. لا ولدي لا مو حقهم، هم ولدي ذولا، يعني عندهم معاناه. اريد من خلالك ونستثمر وجودك يا يعني استاذ حيدر مدير تربيه، ومن خلال صوتنا ان شاء الله صوتهم يوصل، واكيد ابناء البلد كلهم نفس المعاناه مو بس الصويره، ونعرف انت الرجل يجوز اكو اشياء هي خارج ارادتك ما تقدر توفرها، لان انت هم ملزم بجهات اعلى منك. استاذ هسه انت استمعت لمطالبهم، اريد الفكره ناخذها من عندك، يعني اكو حل لهذا الموضوع راح توصلها للمديرية التربية تواصل، شنو رأيك بالموضوع؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا اللي شرفت بولدي، ولو اتمنى انه قلت لك انا اجيهم للمدرسة اللي هم عندهم طلب، بلغون السيد مدير المدرسة واني اجيهم اسمع مطالبهم ان شاء الله. بعدين عند العجز عود ان شاء الله. فتدري انا يعني شغلة الدرس عند الدقيقة، ما يعني خدمتي ما يقارب 30 سنة، احب الطالب انه يستغل الدقيقة في سبيل، لأن باكر هذا هو هذا راح يقود بلد باكر، من عند الطبيب ومن عند المهندس ومن عند السياسي ومن عند كلهم، هم ذولا ولدنا، احنا نتمنى لهم كل الموفقية. بالنسبة لتكييف المناهج، الجميع طبعا محافظات العراق اكو دا يطلبون هذا المطلب، هذا المطلب خاص في وزارة التربية. السيد معالي وزير التربية دا يدرس هذا الموضوع عن طريق هيئة الرأي الموجودة، تعرفون هذا الموضوع مو يم مثلا قضاء صويرة او كذا، هذا موضوع بلد، يعني اي بلد، فاكو مخططين اليه واكو ناس هم اهل
مهنه بهذا الموضوع. احنا بالنسبه لنا نوصل صوت ولدنا الى الجهات المعنيه وان شاء الله. استاذ احنا من خلال شاشتنا وطبعا رسالتنا احنا يجوز عندنا حيز نقدر نتكلم اكثر من جنابك، انت ملزم بالامور الاداريه وغيرها. نعم. احنا عتبنا على وزاره التربيه عدم تجهيز المدارس بالكتب. استاذ الكتب مهمه، يعني انا ابو عندي جوز خمس ابناء، ثلاث ابناء، زين انا ثلاثتهم اشتري لهم كتب، يعني هاي مساله ماساويه. جاي تجي الكتب ودا نستلم ادارات المدارس وموجوده تباعا، جاي تستلم موجوده بالتجهيزات. لا متابعين يوميا. ابنائنا المدرس يريد منا تحضير للماده وهو ما عنده. متابعين يوميا وموجوده بالتجهيزات يوميا، دا نستلم ونسلم ادارات المدارس. شكرا لك استاذ. اشكرك، شرفته. وان شاء الله عسى وان الامور ان شاء الله كل الخير. شرفته 100 هلا 100 الله يحفظك.